اتفضلي يا نهى، واحدة من شهود العين، اتفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شهادتك ايه على اللي حصل امبارح؟ أولا أنا صديقة خطيبة بيومي، البقاء وأنا لله. كنت قاعدة معاهم. تمام. أولا أنا عايزة أبتدي كلامي بحسب الله ونعم الوكيل في الكافيه عامة، وفي كل واحد بيحاول يتستر على مجرم زي ده، ماشي؟ لأن في كذا محامي طالع بيتكلم بيقول لأ الحادثة حصلت بره، ولأ ده مش بيشتغل عندنا. تمام. وعايزه اقول ان هم مظبطين كل حاجه حلو، ومنزليننا من الجنب مخصوص في مكان ما فيهوش ولا كاميرات ولا اي حاجه، ومنزليننا من مكان بتاع عمال، واحنا كنا بنات واولاد. طب معلش يا نهى، ممكن براحه تحكي لي من اول ما الماتش خلص وحاولتوا تطلعوا ايه اللي حصل؟ احنا الماتش خلص متاخر، وحضرتك زي ما انت عارفه احنا بنات وشباب في سن، احنا سننا مش صغير، احنا من 20 ل 24 يعني كلنا. فلينا معاد في البيت. حلو. خلصنا الماتش وقلنا يا جماعه يلا احنا هنمشي علشان نلحق قبل الزحمه وكده. تمام. جينا نطلع قافلين الباب، واقفين بالحرف بلطجي على الباب، واقفين بلطجي على الباب، وهو اصلا مش مدرك اللي هو، يعني هو حد مش فايق، هو حد انا مش عارفه هم واقفين ازاي اساسا. بلطجي على الباب، بنفتح الباب، بيقفل الباب في وشنا. انت بتعمل ايه؟ هو انت دفعت علشان تمشوا؟ ما حدش ماشي المكان ده غير لما يدفعوا. قلنا له نعم. انت ازاي تتكلم معانا كده؟ احنا ماشيين دلوقتي عايزين ناشي. روحي اقعدي، بيعمل لنا كده، روحي اقعدي انت وهي علشان خاطر ما حدش هيمشي المكان ده غير لما يدفع. قلت له انت ازاي تتكلم معانا بالاسلوب ده؟ جاب لنا بتاع مديري ولا ما اعرفش مين، واقف راجل واقف ببدله، حضرتك يا فندم في مينيمم تشارج على الكرسي 100 جنيه. قلت له اولا احنا اولا جينا لالتقائنا دول في نص الماتش الثاني، في الشوط الثاني، دي اول حاجه. تمام. قلنا له اولا لا في سيرفيس ولا في كراسي ولا في اي حد. قلت له زي ما انت موقف لنا حد على الباب واحنا خارجين يوقفنا ويحبسنا ويقول لنا مش هتطلعوا غير لما تدفعوا، توقف لنا حد على الباب واحنا داخلين تقول لنا ان في مينيمم. قلت له اساس، وعلى اساس ايه اصلا بتحط مينيمم؟ وريني اي حاجه عندك تثبت لي ان انت عندك مينيمم وانا ادفعه لك. بلس كل ده ان احنا واحنا قاعدين كنا عايزين بالفعل نطلب اكل، وعمالين نخليهم لو سمحت تطلبوا لنا اكل، عمالين يحدفونا لبعض علشان خاطر الماتش يخلص، وفي الاخر خالص تيجي على الساعه 11 ولا 11 ونص يقول لنا لا يا فندم معلش هنجيب لك الحاجات دلوقتي. قلنا له طبعا لو سمحت الغي الحاجات، احنا متاخرين لازم هنمشي. تمام. فانتوا بداتوا، انتوا اللي بداتوا المشكله، بدات عندكم بالظبط ان انتوا عايزين تطلعوا وهو مش عايز يخليكم تطلعوا. البادي جارد او البلطجي اللي كان واقف على الباب ده لغايه ما تدفعوا. تمام. وبعدين اللي حصل كمان ان ساعتها راح بيومي الله يرحمه وقف وراح اتكلم مع الراجل وقال له انا حجزت مع حضرتك ومحدش قال مينيمم شارج، ومع ذلك انا قدرت الموقف وقدرت ان احنا في ماتش ودفعت. وبعد كل ده يعني حصلت خناقه والناس، واحنا ما كناش لوحدنا، الناس كلها كانت واقفه عماله تقول نزلوا البنات والستات علشان خاطر ما ينفعش، وخلوا الرجاله تتكلم. ده احتجاز ده. وقفل الراجل على الباب بيشتم، والله ما حد طلع من هنا غير لما كله يدفع، وزعيق وشتيمه وقله ادب. وفي الاخر بعد كل ده جالنا التشيك ودفعنا ال 1200 جنيه على 12 شخص. دفعنا كل، يعني دفعنا كل حاجه، يعني حتى احنا لما كناش عايزين ندفع مني قلنا معلش مش مهم، مش هنعمل مشكله عشان خاطر 100 جنيه ولا 200 جنيه. تمام. ودفعت الفلوس. دفعنا 1200 جنيه حساب كلنا ال 12 شخص، مع ان احنا كل اللي احنا طالبينه عصاير ما يتعداش ال 300 جنيه. ماشي. واحنا نازلين منزلنا يقول لنا خشوا من الحته دي، اطلعوا اتفضلوا اطلعوا من بره. قلنا له ليه؟ احنا عايزين نطلع من الكافيه عادي زي ما دخلنا. لا لا معلش اصل الكافيه زحمه. قلنا له لو سمحت عايزين نطلع. ساعتها نزلنا كلنا برضو من عند الحته اللي بيعملوا فيها الشيشه، اللي هي بتبقى اصلا مكان اولا ضلمه وحوالينا بتاع 20 راجل وواحد بيشتغل في الكافيه، ماشي، وبيومي الله يرحمه عمال يشدنا من وسطهم، عمال يتخانق معاهم يقول لهم عدوا البنات عدوا البنات، واحنا نازلين على السلم شتيمه وقله ادب فينا، وهو بيقول لهم انتوا ازاي تعملوا كده؟ احنا قلنا لكم احنا هنحاسبكم، احنا كان معانا شباب قالوا مشوا البنات واحنا قاعدين معاكم مش هنمشي. ما توقفهمش كده. جوه المكان منزلنا من حته مخصوص ما فيهاش كاميرات، مخصوص، وانا بقول لحضرتك مخصوص عشان احنا قلنا لهم عدونا من الكافيه، قلنا لا معدينا من الحته اللي بيعملوا فيها الشيشه والحاجات والفحم والحاجات السخنه كلها، و20 واحد ماشي ورانا. وفجاه لما نزلنا ونهينا الموضوع ودفعنا واحنا ماشيين تحت جوه الكافيه، عشان هما بيقولوا ان احنا الضرب حصل بره الكافيه، حصل الضرب حصل جوه الكافيه واتضربنا والشيشه اتكسرت على رجلينا، احنا كبنات ما عرفناش يطلعونا من وسط الرجاله اللي عماله تتخانق. طب ايه سبب الخناقه؟ يعني هو انتوا خلاص معديين خارجين وهتدفعوا الفلوس والموضوع انتهى، ايه اللي عمل خناقه بقى؟ افندم ايه اللي خلى الخناقه ترجع تاني؟ يعني انتوا خلاص هتدفعوا الفلوس؟ احنا ماشيين ودفعنا الفلوس، انا مش عارفه
هو يومي بيقول لهم انتوا ازاي يعني. بعد ما نزلنا احنا نزل معانا راجل بقى كبير طبعا ما كانش ظاهر في الصوره كل ده واحنا فوق واحنا نازلين، نزل معانا راجل كبير ما اعرفش ده مدير الكافيه ولا ما اعرفش مين، قعد يقول لنا احنا متاسفين والراجل ده اصلا ما بيشتغلش هنا ومش عارفه ايه. فهو بقى بيومي راح قال له حضرتك انت ازاي بتتعامل بالبلطجه دي، انت لو كنت قلت بالراحه احنا كنا هندفع، احنا مش اول مره نقعد في مكان ومش اول مره نعرف سيستم حاجه. راحوا مردين علينا من فوق انتوا هتشوفوا البلطجه بعينيكم. بعد ما نزلنا ودفعنا والموضوع كان انتهى واحنا ماشيين وهو ماشي قدامنا عشان احنا بنات، راحوا مسكوه. هو كان حتى اصحابه فوق لسه ما نزلهوش، هو حتى قاعد يقول انا مش همشي مش هطلع من الكافيه غير لما تنزلوا اصحابي. استفردوا بيا لوحده وهو ولد لوحده تحت لغايه قبل ما ينزلوا اصحابه من فوق وضربوه. ضربوه ازاي بقى؟ هل كان معاهم سلاح؟ هل ضربوه بس بالشيشه بالكرسي؟ هل استخدموا سلاح ابيض؟ احنا واقفين على جنب انتوا ما شفتوش ده؟ كلهم يجي 20 واحد اتجمعوا عليه لوحده واحنا البنات اتضربنا ونزق والشيشه تتكسر على رجلينا والازاز يتكسر على رجلينا. يعني انا حاجه عمري ما شفتها قبل كده حضرتك. احنا كلنا كل يوم بننزل في كافيه، ما فيش اي موقف حصل لنا قبل كده مع اشكال كده بجد. هما جايبين ناس، اولا والله العظيم هما مفاجئين الناس اللي بتشتغل وجايبينهم البلطجيه ما كانوش لابسين اولا لبس المحل. الولد اللي كان واقف ده مش لابس لبس المحل ولكن بلطجي مش فايق اسلوب كلامه. انت هتعملي بقوله وفوق بقول لهم انا هطلب لكم البوليس، اطلبي البوليس ومش هتمشي من هنا. وانت اقول له انت بنقول لهم انت حاطيننا، يقول لنا ايوه انت محبوسين ومش هتمشي من هنا غير لما تدفعوا. ده ايه ده؟ وعلى ذلك دفعنا علشان خاطر احنا مش عايزين اي نسبب اي مشكله لان احنا ناس مش بتوع مشاكل. احنا ناس نازله تتفرج على ماتش وناس كانت مبسوطه وناس لابسه، كلنا كنا لابسين تيشيرتات مصر ومبسوطين وكان نفسنا نكسب، ناس عاديه. هل انتوا كنتوا بتروحوا المكان ده قبل كده؟ نوها هل بتروحوا المكان ده قبل كده؟ هل كان في اي مشكله قبليها بيوم؟ يعني هل كان في اي مشكله قبل كده بين لا ما بنروحش خالص المكان ده احنا، يعني مثلا دي اول مره انا نعم دي اول مره. دي اول مره بالنسبه لي انا وبالنسبه لاصدقائي اللي انا عارفاهم. اول مره انا ما اعرفش، ممكن كذا حد معين يبقى راح قبل كده بس احنا كلنا كانت اول مره بالنسبه لنا. احنا اساسا من يعني مش من سكان مصر الجديده. هل انتوا شفتوا حد فيكم شاب بعينيه القاتل؟ المفروض ان دلوقتي كل شهادات العيان بتتكلم على واحد اسمه عمرو اللي هو العامل. حضرتك احنا بس المشكله ان احنا البنات اول ما حصلت الخناقه الناس قعدت كلها تصرخ والناس قعدت تشدنا احنا بره الخناقه لان احنا كنا بالظبط. هو بيومي كان محاوط علينا احنا كلنا كبنات لوحده محاوط علينا فاتكتلوا عليه ومسكوه على ظهره ويضربوه بالماشه ولا وات ايفر، اتضرب بسكينه. يعني حضرتك ده مش ضربه واحده، مش طعنه واحده في بطنه، ده في صدره جنب القلب ب 2 سم. حسبي الله ونعم الوكيل. شاب 24 سنه لسه متخرج. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمه. طيب. على خاطر 300 جنيه ولا 200 جنيه زياده. ودفعهم، يا ريت مثلا اقول لحضرتك ما دفعهمش، دفعهم ونزلنا واحنا اساسا بنقول انت حرام يعني حراميه، مش مدفعين 1200 جنيه على شويه عصير ومع ذلك قلنا مش مهم علشان خاطر احنا معانا. بس عارفه الموضوع ما فيهوش اي عقل، يعني الموضوع عجيب فعلا. يعني لسه كنت بقول الشاب ده مات بلا سبب، ما فيش حاجه اصلا، يعني ما فيش اي سبب منطقي حتى يخليهم يعملوا كده. اتصفى مننا، اقسم بالله اتصفى مننا، ما لحقناش من مستشفى لمستشفى، ما لحقناهوش. شكرا يا نهى، البقاء لله، ربنا يصبركم.